لو جينا كده يا جماعه بالراحه اتكلمنا على وسالتك هو ايه السيستم اللي يا جماعه بيعمل كنترول لجسمك؟ حد يعرف؟ اتفضل يا صقر. النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده يا جماعه هو عباره عن السيستم which control all the body function، يعني بيتحكم في كل الوظائف بتاع الجسم بتاعتك. بس هل السؤال هل النيرفس سيستم بس؟ طبعا الاجابه لا. انت عندك في جسمك يا جماعه اللي بيعمل كنترول تو سيستم، النيرفس سيستم اللي هو الجهاز الايه العصبي، وهي حاجه اسمها هرمونال سيستم. الجهاز الهرموني. يبقى انا عندي كام سيستم يا جماعه؟ اثنين، عصبي وهرموني. طيب بالراحه كده، العصبي عارفين ان هو اللي البرين والسباينال كورد والنيرفز اللي اخذناها قبل كده في جونيور 6. طب الهرمونال ده يا جماعه اللي هو الجهاز الهرموني؟ لا، الجهاز الهرموني ده لسه حضرتك هتاخده النهارده. مثال على كده مثلا ان في هرمون بيطلع من حاجه اسمها البيتيوتري جلاند موجوده في رقبتك. الهرمون ده بيعمل كنترول للكدني عشان تعمل ابزوربشن اوف ووتر، تمتص الميه وتخرجها بره الجسم. لو الهرمون ده بعد الشر زاد، الكدني تمتص ميه بزياده، فجسمك يجي له جفاف، فحضرتك ايه اللي يحصل لك؟ تموت. لو الهرمون ده قل، الكدني تسيب الميه في الجسم، فالجسم يا جماعه يحصل له امبالانس اوف ووتر، فالشخص يموت. لو في هرمون تاني بيأكتف جسمك وبيخلي مثلا حاجه زي البنكرياس تفرز انسولين، كلنا نسمع عن الانسولين صح؟ الانسولين ده اللي هو بيتحكم فيه يا جماعه نسبه ايه في الدم؟ سكر. لو السكر زاد والانسولين ما كانش موجود، الشخص يجي له كوما، فايه اللي يحصل له؟ يموت. لو السكر قل في الجسم، الشخص هيتأثر فبرضه يموت. يبقى الهرمون يا جماعه مهم ولا مش مهم؟ الهرمون ده يا جماعه الاختصار بتاعه عباره عن كيميكال مسج. رساله كيميائيه بتفرزها مين؟ بتفرزها حاجه في جسمك اسمها جلاندز، غدد. يبقى أنا عشان نعرف يعني إيه هرمون اللي هو التايتل بتاع حصتي، لازم نعرف يعني إيه كلمة جلاند. فقال لك يا جماعة إن الجلاند ثلاثة، وأنا بشرح دور في شرح على كلمة هرمون عشان ده اللي هسألك عليه. أول نوع من أنواع الجلاند يا جماعة، طبعًا في أنواع هنا مش عليك خد بالك، أول نوع عبارة عن السويت جلاند اللي هو عبارة عن الغدة العرقية. تاني، السويت جلاند اللي هي الغدة الايه؟ العرقية. الغدة العرقية يا جماعة دي عبارة عن غدة بيروح لها الدم وبيبدأ يتفلتر ويطلع العرق. العرق بيطلع بره الجسم عن طريق ايه؟ عن طريق السويت داكت اللي هي الغدة أو القناة العرقية. مين شاطر يقول لي؟ What happen if we cut the duct؟ إيه اللي يحصل لو قطعت القناة؟ مين يفكر معانا؟ فكر. بسنت؟ أعتقد إن اللي هي اللي هو السويت فور، العرق اللي بيطلع ده هيتخزن تحت الجلد. أيوه، فالشخص إيه اللي يحصل له؟ يموت، هيصاب بالتسمم، هيصاب في التسمم فيموت، لان العرق ده عباره عن مواد سامه، ملح زياده وميه زياده ومواد اخراجيه. يبقى لو جيت قلت لك اهم حاجه في الجلاند هنا وجود الايه؟ وجود الايه؟ الدكت. عشان كده النوع ده اسمه دكت جلاند، اسمه يا جماعه او بيتقال عليه اكزوكراين، غدد خارجية أو قاع
قنوية. حاجة صعبة يا جماعة؟ حاجة صعبة يا شباب؟ يلا بينا. النوع الثاني، النوع الثاني المثال بتاعه اسمه البيتيوتري جلاند أو الغدة النخامية. دي اسمها حتى قريب من المخ، موجودة تحت البرين. بتتكون على فكرة من فصين، اللي عليك في المنهج بس هما ثلاثة. بتتكون من فصين وحجمها قد البي، البي اللي هي البسلة، افتكر كده. يبقى تاني، موجودة فين؟ تحت البرين. بتتكون من كام فص؟ اتنين. حجمها قد البي اللي هي البسلة. بتعمل ايه؟ بصوا حواليها ما لقوش جلاند، ما لقوش ضغط قصدي، بس لقوا بلاد. بلاد يعني، فتفرز اللي هو هرمون يمشي يروح ينشط الاوفري. تاني، هتفرز مادة اسمها هرمون، الهرمون ده يمشي في الدم، الهرمون ده بينشط الاوفري عشان يطلع الاوفا، عشان الفيميل دي تبقى ماتيوريتي يعني خصبة. اتفضل يا راي امرني. اه تمام. طيب النوع هنا، هل هنا احتاجنا الضغط يا جماعة؟ هل في قناة اسمها ضغطلس جلاند؟ يبقى لو جيت قلت لك ليه ضغطلس؟ because we doesn't need a duct. because we depend on a in transporting. بنعتمد على مين انه ينقل؟ البلاد هو اللي بينقل. ركز كده. او بيقال عليها endocrine gland. يعني ايه مستر endocrine؟ ان هي داخلية. يعني ايه داخلية يا جماعة؟ للداخل يعني. نكمل يا شباب. النوع الثالث، صحصح. النوع الثالث ده المثال بتاعه البنكرياس. يفرز الجوز بتاعه في البنكرياتيك داكت. داكت بيفرز السوائل بتاعته اللي بتساعد في الهضم في البنكرياتيك داكت اللي هي القناه البنكرياسيه. ويفرز هرمون مشهور جدا اسمه انسولين. نحن قلنا بيتحكم في نسبة ايه في الدم؟ سكر. يفرزه في البلد. من شاطر يتقال عليها ايه؟ دكت ولا دكتلس؟ ارفع ايديك لو سمحت. مي؟ دكت. نادر؟ برافو يا نادر. الاثنين بيتقال عليها ميكسد، لان في جزء منها دكت عنده قناه، وفي جزء منها بيحتاج للبلاد، يبقى داكتلس. فاهمين يا شباب؟ مين شاطر يطلع لي؟ احنا هندرس اهنو جلاند بالتفصيل، بما ان التايتل بتاع الدرس بتاعنا عباره عن هرمون. دور على كلمه هرمون موجوده فين وهتلاقي الدنيا كويسه معاك. بحيري وعلي صوتك. ها؟ الدكت لس جلاند، برافو عليك. يعني انا عندي دكت اللي بتفرز العلق، ودكت لس اللي بتفرز الهرمونز، وميكسد. هو الباشا قال احنا هناخد الدكت لس. مين شاطر يقول لي هل كده بس؟ ها ميكسد هناخده اهنو جزء فيها. الدكت لس اللي هو مرتبط بمين؟ بالبلاد. فاهمنا كده يا جماعه؟ حاجه صعبه كده يا شباب؟ يبقى انا كده عندي تاني الفكره في ايه؟ الفكره ان الهرمون ده عباره عن كيميكال مسج بتتفرز من الدكتلس جلاند اللي هي بتحتاج لايه وما بتحتاجش لايه. مين شاطر؟ افتح مايك لو عارف. بتحتاج لايه وما بتحتاجش لايه؟ بتحتاج لبلاد، تمام، وما بتحتاجش لايه؟ دكت. اهو. يبقى بص كده حضرتك، كل اللي قاعدين خلاص عرفوا الديفينيشن اللي انا عايزه. الاندوكراين جلاند او الدكتلس جلاند، they are the ductless gland.
ذات سكريت بتفرز ماده اللي هي عنوان الدرس اسمه دايركتري ان ذا مباشره في الدم وزاود باسنج ثرو من غير ما تحتاج لضغط. حاجه صعبه يا جماعه؟ يبقى ده البيز بتاعتنا، ان انا شغال مع الجزء الداكتلس اللي هي عباره عن الجلاند اللي بتفرز الهرمون بيمشي في البلد وما بيحتاجش الضغط. طيب لو جه قال لك هو انا ليه بعتمد على البلد؟ لان في دلوقتي ثلاث حاجات. داكتلس جلاند بتفرز ايه؟ ماشي فين؟ البلاد ستريم ده بينقل الهرمون قريب من الجلاند ولا بعيد عنها؟ بعيد، رايح لمكان سميناه تارجت سيل، اسمه ايه؟ خلايا مستهدفه. يعني لو رجعنا للمثال اللي كنا قايلينه شويه ده، البيتيوتري جلاند بتفرز هرمون اسمه الاف اس اتش مش عليك، بيروح رايح للاوفري ينشط الاوفري عشان يطلع الاوفا. مين يطلع لي كده يا جماعه؟ ايه الحاجه اللي بتفرز؟ ايه اللي بيتفرز؟ مين اللي بينقله؟ فين التارجت سيل؟ كانه تطبيق اهو، ما بهزرش والله طنيخي. البيتيوتري جلاند هي اللي بتفرز، تمام، هتفرز الهرمون اللي هو الاف اس اتش، البلاد هو اللي هينقله، اكسلنت. التارجت سيل اللي هي الاوفري. طيب البيتيوتري جلاند موجوده فين يا بقى طنيخي؟ تحت البرين، تمام. حجمها قد البي، كام فص؟ فصين، تمام. قلنا يا جماعه البيتيوتري جلاند دي فوق والاوفري ده تحت، بيبقى من الباك سايد كده يا جماعه، موجود في المنطقه الخلفيه للظهر. يا نهار ابيض، بص ده فين وده فين؟ ده موجود اعلى الجسم وده موجود اسفل الجسم. يبقى مين يا جماعه المسؤول عن النقل هنا؟ هو اللي ساعدني البلد، ان هو اللي قدر يشيل الهرمون ويوديه للتارجت ايه؟ سيل. شكرا يا طنيخي. يبقى انا اقدر اقول ان الهرمون ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كيميكال سبستانس او كيميكال مسج، قلناها من شويه، اللي بتعمل كلمه كنترول او اورجنايز، يعني يتحكم ينظم. بينظم ايه يا مستر؟ بينظم الفيتال اكتيفيتيز بتاعه الليفنج اورجانيزم. يعني مثلا لو اخذنا مثال ثاني، قلنا دي ايه شباب اسمها ايه؟ حد فاكر بيتيوتري ايه اللي موجوده تحت؟ كم صص؟ 2 قد حجم. تفرز الهرمون اللي بيعمل ريجوليت الاماونت اوف ووتر اللي قلناه من شويه، بيتفرز في الخطين الحمر ده اللي هو مين؟ بلاد ستريم. عشان ده رايح للتو ايه دولت؟ لا كدني، ده ميه، يبقى هيروح للتو كدني. طب مستر هو بيعمل ايه حضرتك؟ هو اللي بيروح للتو كدني بيتحكم في كميه الميه، يا اما الميه تزيد يا اما الميه ايه؟ تقل. طب يا مستر ده بيعمل ايه حضرتك؟ مش مشكله دلوقتي، احنا قلنا ان كميه الميه ما تخرجش زياده او تقل، لازم تبقى بالانس، ولازم تعرف الموضوع ده. طب حضرتك يا مستر عايز تشرح لي على هنا ايه؟ ها فين الجلاند؟ بيتيوتري، الهرمون اسمه هرمون بيتحكم في كميه الايه؟ الميه. مين اللي بينقل؟ البلاد ستريم. التارجت سيل اللي هي موجوده قريبه ولا بعيد؟ بعيد، اللي انا بفرز لها الهرمون عشان اتحكم فيها. يبقى التارجت سيل ذي ار ذا سيل ذات هرمون افكت، دي السيل اللي هي الهرمون اللي بيتاثر عليها. يعني لو جيت قلت لك هرمون ريجوليت ذا اماونت اوف ووتر، ينفع يتحكم في الاوفري؟ ينفع يتحكم في الاي؟ ملوش علاقه، ده رايح للكدني. ذات اولموست، قلنا يا جماعه اوي فروم يعني قريب ولا بعيد؟ بعيد عن مين؟ عن الاندوكراين اللي بتعمل سكريت الهرمون. حاجه صعبه؟ يبقى تعريف الاندوكراين جلاند، تعريف الهرمون، تعريف التارجت سيل. عدد الهرمون اللي في جسمك يا جماعه قال لك بيزيدوا عن 50 هرمون. بيتفرزوا منين؟ زي ما قلنا من الاندوكراين او من الداكتلس جلاند.
بيعملهم ايه يا مستر؟ قال لك بيتحكموا او بيتنقلوا عن طريق البلاد للتارجت سيل. لو لا قدر الله حصل ان كميتهم مش مظبوطه، ليه؟ لان هم بيتفرزوا بليميتد كوانتيتيز. مستر يعني ايه ليميتد كوانتيتيز؟ يعني كميات قليله جدا. زي ما شرحت في الاونلاين الكلام ده مش عليك. الهرمون بيتقاس يا جماعه بحاجه اسمها مايكروجرام. مايكرو يعني انت كانك اخذت جرام من حاجه وقسمته على مليون، على مليون شخص. يا نهار ابيض، يعني 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 من الجرام، او 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 من الكيلوجرام. مش فاهم الكلام مش عليك، بس انا عايز اوضح لك الكميه قد ايه. يعني كانك جبت يا جماعه كيلو ملح او كيلو سكر قسمته على مليار شخص. يعني جبت كيلو سكر قسمته على كل اللي عايشين في الصين، ايه رايك؟ ها كل واحد ياخد قد ايه؟ سكريايه انت بتحلم. ده انا بقول لك مليار شخص، 1000 مليون واحد. ده انت كيلو السكر ده لو قسمته بنفس الطريقه دي مع اول ايه 30 40 الف مش هيوصل ل 1000 اساسا. 300 400 واحد كل واحد هياخد سكريات، فاهمين يا جماعه؟ ده ما بالك مليار، ده يدل ان الرقم يا جماعه قليل ولا كبير؟ قليل، الميجرنج يونت قليله. فركز كده، فهي عامله زي السكر في الشاي. يعني ايه يا مستر زي السكر في الشاي؟ يعني انا فطرت النهارده ورحت اتعزمت على الطنيخي، عند الطنيخي هوب حطوا لي الاكل وكل ما لذ وطاب. بعد ما خلصت انتخت الورق قلت له يا محمد، قال لي يا حاج عم، حاج بقى بره الدرس، جيب لي كوبايه شاي. حاضر يا مستر. سكرك؟ قلت له سكري مظبوط. هو السكر المظبوط بيتحط فيه كام معلقه سكر؟ معلقه او اتنين، سي نقوله معلقتين. هوب راح الطنيخي، لا وربنا ده مستر عمرو ضيف عندنا، حط سكر يا ولا، معلقه اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى انا بشرب بمعلقتين، جاب لي بخمس معالق. أول ما هدوق أول شفطة هل هحبه؟ هرمي الكوباية، أقول له يلا طنيخ ده يلا، ده أنا جسيت. قال لي يا مستر أنت ضيفنا وتاخد بزيادة. طبعا بزيادة يا جماعة صح ولا غلط؟ غلط. فرحت رايح للطنيخي تاني يوم، قلت له معلش يا طنيخ هتعزم عندك النهاردة تاني. قال لي تعالى يا مستر، المرة دي بقى اتعلم من امبارح. قال لك بس يبقى مستر عمرو كلمة مظبوط دي يعني ما بيحبش السكر. فراح مديني كوباية الشاي وفيها نص معلقه او ما فيهاش. اول ما هدوقها هل هكمل؟ يبقى بالبلدي كده لا زود ولا اقلل. الهرمون لازم يبقى مظبوط. لو الانسولين زاد السكر اللي في جسمك اتحرق فجسمك يحصل له ديستربنس، خلل. لو الانسولين قل السكر يزيد فيحصل لك كوما فالشخص يموت، فاهمين يا جماعه؟ يبقى الانسولين لازم يبقى مظبوط نورمال. طب لو مش نورمال يحصل حاجه اسمها اب نورمال. الاب نورمال دي يا جماعه اسمها هرمون ديز اوردر. خلل هرموني. ايه يا مستر الكلام ده؟ خلل هرموني يا جماعه يعني الهرمون حصل فيه ديستربنس، اضطراب. يعني ايه اضطراب يا مستر؟ بالبلدي كده يا الهرمون ايه يا ايه؟ يا زاد يا قل. فتحولنا من الحاله نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال بسبب الاندوكراين، ماشيه عاديه ولا ديستربنس؟ اربط الكلام ده في بعضه. ايت از ذا، اقرا الكلمتين دولت. ها انكريز او ديكريز السكريشن بتاع هرمون as a result of كلمة اللي خلت الاكشن بتاع الاندوكراين جلاند يبقى ماله؟ abnormal. فهمنا يا جماعة؟ يبقى الهرمون يا إما زاد يا إما. طب تعالى كده، هي الجلاندز اللي في جسمي يا مستر كام جلاند؟ اللي عليك اللي موجودين يا جماعة في الصورة. بيتيوتري اللي هي الغدة النخامية، ثيرويد دي درقية ودي مشهورة جدا اللي موجودة في الرقبة اللي بعد الشر أكتر إيه جلاند بيحصل لها خلل. تو أدرينال من اسمها أدرينال اللي هو هرمون
الادرينالين تمام اللي هو بيتفرز ساعه اللي هي المخاطر، بنكرياس اللي هو بيفرز هرمون لسه قايلينه من شويه، انسولين، التو تيستس والتو اوفرز اللي هو الايه الخصيتين والمبيضين اللي هو في الميل وفي الفيميل، التستوستيرون والاستروجين والبروجسترون اللي هو هناخده يا جماعه. صحصحوا يا زياد ركز كده، هو مين اهم غده في دولت في رايك اللي اتكررت 100 مره؟ اتفضل. اللي تحت البرين اللي هي البيتيوتري دي يا جماعه بيسموها الماستر او المين. مش المخ بيتحكم في كل الجسم؟ الجلاند اللي تحتيه بتتحكم في كل الجسم. بتتحكم في ايه؟ بتتحكم في كل الجلاند بتاعت الجسم. يعني هي بتفرز هرمون بيتحكم في الثايرويد، في الادرينال، كله. هي اللي بتعمل كنترول الاذر جلاند. بالبلدي سموها بالعربي المايسترو او الرئيسيه، اللي هو المايسترو بيعمل ايه؟ لو المايسترو وقف العصايه بتاعته هل حد يقدر يعزف؟ بدا يحركها تعزف. يبقى يا جماعه البيتيوتري جلاند هي اللي بتعزف للجلاندز التانيين. طب تعالى كده نفتكر معلومات انت عارفها من اول الحصه. موجوده فين؟ اندر ذا برين. ها شبه ايه؟ كام لوب؟ اسمها ماستر او مين ليه؟ سيكريتس هرمونز which controls all other glands. طب ركز كده، الدايره دي كارثه لازم تبقى عارفها. عندك 7 هرمون عليك في البيتيوتري جلاند. تعالى كده بالراحه انا مرتبهم لك من الجنب بارقام غريبه كده، 5 7 4 1 6 2 3. ايه يا مستر ده؟ 5 اللي هو الهرمونز اللي تختص بيه التستس والاوفرز. تاني كده، هرمون تختص بالتستس والايه؟ والاوفرز. ايه ده يا مستر؟ هي ايه الهرمون اللي بتختص بالتستس والاوفرز دي؟ اللي هو الهرمون يا جماعه اللي هو بيديك الابيليتي ان انت تبقى ماتوريشن، يعني عندك بلوغ. يعني الشخص الميل تتكون فيه السبيرم ويبقى عنده تستوستيرون هرمون ويبقى قادر ان هو يتجوز. الفيميل تتكون فيها الاوفا ويتكون فيها الاستروجين والبروجسترون تقدر تحمل. ايه ده؟ يعني الهرمون ده اللي بينقل الشخص من شايلد طفل لادلت بالغ سواء ميل او فيميل. الهرمون الثاني رقم كام؟ 7. ده عباره عن الهرمون اللي بيختص بالدليفري. احنا قلنا في الهرمون الاولاني ان انا بخلي الشخص بالغ، طب ما بعد ما يبلغ يتجوز فيخلف، فالدليفري دي خاصه بالفيميل، ان انا اخلي يا جماعه الشخص ان هو يبقى قادر او الطفل ان هو نازل بسهوله. يلا بينا الهرمون اللي بعده رقم 4، عبارة عن الهرمون اللي بيختص بالفيميل ان هي تقدر تعمل ايه؟ ملك. الماماري جلاند تكون ملك. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه؟ يعني الغدد الثديية تكون الملك اللي هيرضعه مين؟ البيبي اللي احنا لسه مخلفينه من شوية اللي قبليه كنا بالغين. فاهمين يا جماعة؟ كله ماشي بالترتيب. بعد 4 1 الجروس هرمون، هرمون النمو. ايه يا مستر هرمون النمو ده؟ اللي هو بعد ما الطفل بدا يرضع حجمه ايه اللي هيحصل له؟ هيكبر، لان المصل والبون هتبدا تكبر، المصل والبون عضلات وعظم، ان الجروث بتاعه لازم يوصل لهايه معين نورمال. بعد 1 6 6 ان انا اتحكم في كميه الميه اللي في جسمك. قلنا لازم تبقى الووتر مالها بالانس ريجولر. بعد 6 2 اللي هو اتحكم في الثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه تي اس اتش، ثايرويد ستيمليتنج هرمون. بعد 2 غده موجوده هنا ناحيه الرقبه هتعرفي تعمل المره الجايه.
نمبر 3 اللي هو الادرينال، اللي هو الشخص ده بدا يخرج بقى من البيت ممكن يواجه حاجات تخوفه، فانا لازم ابقى بفرز له هرمون الادرينالين. فاهمين يا جماعه؟ يبقى ماشيين بقى بالترتيب اهو. يبقى الترتيب اللي انا عملته لك ده ارجو ان انت تلتزم بيه. اتفضل يا بطيشه. مرتبهم على حسب حياتك، يعني انت قبل ما تبقى موجود الاب والام لازم يبقوا ماتيوريشن، بعد كده الام هتبقى حامل، بعد كده حضرتك تبقى موجود الجروس وهكذا. ركز، هناخد نمبر 1، سيب اللي في ايديك خالص. هو نمبر 1 يا جماعه، حد يفكرني كده انا قلت فيه ايه؟ الجروس هرمون. ايه الجروس هرمون ده؟ حد فاكر ايه الجروس هرمون ده؟ اللي احنا قلنا بيعمل، بيهتم بايه؟ الجروس. بيعمل ايه في الجروس؟ بيهتم بحاجتين في جسمك، ايه هما؟ ماسل وبون، وبيديك النورمال هايت. مين شاطر يرفع ايديه يقول لي كلمه نورمال يعني ايه؟ طبيعي. ان الجروس هرمون ده عباره عن هرمون بيتفرز من البيتيوتري جلاند، بيهتم بالبادي ماسل والبون، وبيديك هايت لحد ما تبقى فول جروس. طب مستر، هو لو ما بقاش، اوبا، لو ما بقاش يا جماعه الموضوع ده هوت نورمال، يبقى هيبقى اب نورمال، اللي هي كلمه هرمون ايه؟ هرمون خلل يعني ديزوردر. بص للرسمه اللي قدامك او الصوره اللي قدامك. طبعا يا جماعه كلنا عارفين الشخصين دولت. الشخص الاولاني ده يا جماعه طبعا هو مازال حي يرزق حتى الان، جه مع منى الشاذلي اسمه حكان، ده عباره عن اطول رجل في العالم، طوله 218 سنتي. عادي يا مستر، عادي ايه؟ ده طول اطول شخص هنا مثلا هيبقى 180 185، ده اطول ب 40 سنتي. فاهمين يا جماعه؟ يعني يجيب المروحه ويعديها راسه وهو واقف كده، يجيب المروحه ويعديها، يعني اطول من الباب. الباب ارتفاعه 2 متر، حضرتك ده 2 متر و18، يعني يوصل لحلق السقف، يعني ممكن لو السقف واطي شويه يطاطي. فاهمين يا جماعه؟ الناس متخيلين الطول؟ يلا بينا الناحيه الثانيه. ده راجل من فيتنام 67 سنتيمتر، بيتقال عليه اطول ولا اقصر؟ اللي هو حضرتك طول البنش اللي سيادتك قاعد عليه. مستر ساند؟ لا قاعد. مستر ساند؟ لا، اللي انت قاعد مش اللي انت ساند عليه، يعني حضرتك طول البنش اللي انت قاعد عليه هو كده يا جماعه قد، انا اسف، قطتك. فاهمين قصدي ايه؟ حاجه صغيره كده. يا نهار ابيض، مين شاطر يقول لي ده هيتسمى ايه وده هيتسمى ايه؟ احنا اخذنا الصفه دي في التدريجه الخمسه اللي خدناهم في التريد بتاعه البي بلاند، لما قارنا ما بين الهيومن والبي. حد فاكر الشخص الطويل ده هيتقال عليه؟ اتفضل. انكريزنج جروس هرمون، ده اللي هو تيلز جروس هرمون بي موست. حضرتك انت كده بتشرح، انا عايز كلمه. عملاق جاينت، اتفضل يا ابو علو. ده عملاق، يبقى الثاني هيبقى ابو علو. شيني دوارف، ابو علو انت ما فتحتش المايك. ابو علو انت سامعني؟ ايوه سامعك يا مستر، بس المايك ما كانش بيتوصل. تمام، يبقى ركز. يبقى زي ما قال بطيشه الديسكريبشن، قالوا بطيشه خلاص continuous growth of the muscle and the bone لحد ما يبقى جاينت بسبب increase in secretion of growth hormone. سكر زاد، فاكرين السكر زاد؟ الناحيه الثانيه، ها هل نفس الحاله؟ البادي ستوب اتس جروث تلد ويل بي ايه؟
دوارف بسبب decreasing secretion. حاجة صعبة يا جماعة. طب استاذن حضراتكم بقى كده احنا خدنا زيادة وخدنا اقل، هو ايه المشكلة؟ مين الشخص اللي هيحس وجوده في الحياة مشكلة؟ الجاينت ولا الدوارف؟ الاثنين لا. الدوارف ده الجاينت هيبقى فرحان بنفسه قوي، انا عملاق. يعني انا كان ليا اذكر زميل ليا زي ما قلت لك الكلام ده، ما اعرفش في انه مجموعه عندكم ولا لا، في لحد ثالثه ثانوي كان طوله 2 متر وي عملاق. حضر ايه؟ هم اثنين سبعات واحد الى ربع. ركز ركز. حضرتك ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان بقى شباب عندنا فكره الجاينت الشخص العملاق ده تمام التمام. اسم محمد رومي ثالثه اعدادي وجلال. عندنا يا جماعه الجاينت الشباب اللي هو الشخص العملاق ده طبعا زي ما قلت لك هيبقى ايه بالنسبه لنا عادي. انا بقول لك كان واحد زميلي 2 متر وي، فده كده بالراحه. ايه رايك؟ 2 متر وي ده هل حد كان يا جماعه ممكن يضربه؟ هل حد يقدر يتخانق معاه؟ طبعا بالعكس، ده اللي كان زميله وحبيبه يبقى حاجه ايه فورتيكه، ده انا زميل الشخص ده لدرجه ان هو طبعا كان بيشارك في اي حاجه. هنزرعه شجره يا دوب يمسكها كده ماسكه بسطه يحطها، حد هيزوغ او يهرب يا دوب ينططه. كان هو رئيس الشرطه الايه المدرسيه ايام ما كان في مدارس يعني. كان طبعا اي حد يجري يجيبه من قفاه خلاص مع السلامه، ما يقدرش تتكلم معاه. فاهمين يا جماعه؟ وكان اقصر واحد في عائلتهم 2 متر وي، فشكلها كلها جايجنتزم يعني. لكن الدوارف ده مشكله، فعشان كده العلماء فكرت في حل للدوارف. تاني العلماء فكرت في حل للايه؟ للدوارف. عامل ايه حضرتك؟ الدوارف يا جماعه قال لك يا شباب عندنا حلين، حل سليم وحل وحش. انا هشرح وانت تقول حتى من الكلام. الحل الاولاني ان انا اروح لشخص ديد لسه ميت، اسحب من البيتيوتري جلاند بتاعته جروس هرمون واحقنها للشخص الدوارف. ادي الحل الاولاني. الحل الثاني ان انا اجيب الجين بتاع الجروس هرمون اركبه على جين في بكتيريا وادخل البكتيريا جوه جهاز يحصل له مالتيبليكيشن تضاعف، بعد كده اسحب من البكتيريا الجروس هرمون تاني بتاع الانسان واروح مدخلها جوه الانسان الجروس هرمون العادي خالص بتاع الهيومن. مين شاطر يقول لي اهنه حل سليم واهنه حل وحش؟ برايك رأي الحل الثاني هو اللي احسن. برافو. لان الحل الاولاني يا جماعه بعد ما استخدموا الجروس هرمون اللي جاي من شخص ميت اكتشفوا وجود الجروس هرمون، اكتشفوا فيه يا جماعه بكتيريا ومايكروبس وسبب امراض. تاني بكتيريا وفيروس ومايكروبز سببت امراض للشخص، لان الشخص الميت ده يا جماعه هل جهاز المناعه شغال؟ طبعا لا، فممكن يبقى فيه مرض في الجزء ده من جسمه. اما الحل الثاني هو الصح اللي هو اخد الجروس هرمون احطه على البكتيريا وابدا انميه واخد بقى الجروس هرمون في الاخر ادخله جوه الهيومن. حاجه صعبه يا جماعه. طب استاذن حضرتك افتح الشرح. احنا صفحة 51 يا مستر. 51 تاني يا جماعة أرجو من حضراتكم، انت في 70% من المعلومات بقت في دماغك، 80
اللي هو مجرد ان انت تروح تحط بس كده نقط على الحروف، يعني من اول صفحه تعريف الهرمون وتعريف الاندوكراين جلاند. الهرمون دي كيميكال سبستانس بتتفرز عن طريق الاندوكراين جلاند وبتمشي للتارجت سيل عن طريق البلد. الاندوكراين جلاند زي داكت ليكس جلاند وسكريت هرمون، ما تحتاجش الداكت. اهميه البلد اللي عندك في الصوره مهمه. طب ليه بستخدم البلد؟ لان التارجت سيل قريبه ولا بعيده؟ بعيده. تعريف التارجت سيل سيف من المربع ده، عايزين تعريف او رقم كلمه 50 والهرمون ديزوردر. الجيف ريزون سيف، الصوره مش علينا، مش علينا يا حفظ، بس علينا تبقى عارف ان ده اسمه كذا، فاهمين؟ انت خدت النهارده بتيوتري اول واحده فوق. هرمون ديزوردر والوات هابن سيف. البيتيوتري جلاند اصعب حاجه فيها طبعا الاولانيه والديسكريبشن والامبورتنس، ده كل سهل. اصعب حاجه فيها الدايره دي، هي اللي هتاخد منك شغل. الجروس هرمون سهل بامراضه. مستر ايه كل ده؟ ما انا لو جيت قلت لحضرتك ايه الجروس هرمون ده؟ هرمون بيتحكم في البون والمصل وبيزود لي الهايت بتاعي لحد فول جروس. طب ايه الامراض؟ دوارفيزم وجايجانتيزم. الساينس اند تكنولوجي قرايه حتى الحفظ، يعني اقعد اقراها مره 2 3 4 لحد ما تحفظها. مستر بتيجي؟ ما اقدرش اقول لك بتيجي او ما ايه او ما تجيش، ان الحته دي طويله شويه. يعني حته الرز بتيجي، جيف ريزون ليه مثلا الرز اللي كذا حلو والرز اللي كذا وحش. هات كده جزء الهوم ورك. يلا يا شباب، اللي يقدر يحاول معانا يعمل ريس هاند. اتفضل يا بسمله. ها واتسون، يلا يا اسماء، جينز، مي، كروموسوم، رحمه، تو، ان جي، دي ان اي، فيروز، بدل انتاتو، جنى، انزايم، يلا يا طنيخي، ها كاروتين اللي بعد حضرتك، فيتامين اي، كاروتين سبستانس، خليها كاروتين معلش. معلش معلش، احنا اسفين في التصحيح، معلش. يلا ياسين، لا في مرض الاول، لوزينج سايت 99%. ناصر اي، يعني كل الجينوم بيعمل كل ده ما عدا ايه؟ اوبتيننج ديزيربل، ما بيجيبش الحاجات الحلوه. رايت ساينتفك، اول واحده كروموسوم، الثانيه موديل اوف واتسلاند كراك. نمبر 3 انزيمز، نمبر 4 واتسون اند كراك، ما ينفعش تكتب واحد بس. نمبر 5 فيتامين اي، نمبر 6 هيومن جينو، نمبر 7 جيف ريزون. بص يا جماعه، الجيف ريزون 1 و2 مرتبطين ببعض. هتقول از اول واحده ات بريديوس، بيكون الانزيم which make chemical reaction that form protein specific for
trait. طبعا نمبر 2 هتبدا من اول كلمه ايه؟ انزيم ورايح. About 500,000 بس as malnutrition disease. مين شاطر يا جماعه يرفع ايديه يقول لي يعني ايه malnutrition؟ اتفضلوا. سوء تغذيه. Which deficiency يعني نقصان in vitamin A causing losing sightness. بص بقى نمبر 4 ليه بحب الجينيتيك موديفايد رايز تو سولف عشان ها يحل malnutrition disease which كذا. Some people depend mainly in eating rice have deficiency in vitamin A to solve because. What happened? The gene filled informing enzyme. هنقوله it can't appears the hereditary trait. Dependent on rice, minimum food, causing losing sight. وروح مكمل بقى. يعني قايل اللي هي which causing the malnutrition disease. يلا بينا 1 2 3 يلا 1 2 بروتين. طبعا هي خد بالك نمبر 2 دي قديمه، دي عباره عن النيتروجينس بيز، بس احنا هنعتبرها البروتين يعني. هو المفروض يشاور على كده. نمبر 3 بيقول لك قول البيلدنج ستراكشر يونت بتاعت نمبر 1. نيوكليوتايدز. والكيميكال ستراكشر بتاع نمبر 3 بروتين ودي ان ايه. استاذنكم بس بجيب ريزون عشان ده هيتكرر كتير. جيب ريزون. بص التلاتة شبه بعض. لما يجي يقول لك ليه اقوى ليه ده اقوى من ده؟ هتقول بيكوز الجين اوف كيرلي هير از دوميننت over a gene of smooth hair. يعني ليه ده اقوى من ده؟ هتقول ان ده الجين بتاع ده اقوى من الجين بتاع ده. يبقى مجرد يا جماعه اقول ان الجين ده اقوى من الجين ده. طبعا يا ريت الناس اللي في الاونلاين يكتبوا ايه اسمائهم في الهوم ورك بتاعهم عشان يظهروا عندي. تقريبا بقى ما كانش في حاجه ثانيه خالص في الايه؟ في الهوم ورك ده. لغير مثلا كم مثلا جيناتيك استراكشر بتاع كذا تبقى حافظ بقى وعارف الرموز ديت. الامتحان ممتد معانا يا جماعه لحد يوم الايه؟